ها هم ابناء الجزائر يهتفون في فلسطين. القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائريين جزء منا، لأن قضيتهم تشبه القضيين. ذقنا 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 واش ذاقوا، ولهذا احنا نفهموهم. عبروا عما تشاؤوا، لكن كنت تفهموا انه احنا في فلسطين عيوننا عليكم. اتفقوا اختلفوا، لكن خط احمر قوة الجزائر ووحدتها. اذا بتحبوا فلسطين قدموا لنا هذا الكلام.